كاب اف ام الكلمة ليك. الو مساء الخير. ايه اهلا بك. هلا مروة من مروة. مرحبا بك يا مروة. مرحبا بك. قداش عمرك يا مروة؟ انا عمري 22 سنة. 22 سنة تقرأ ولا تخدم؟ لا نخدم. تخدم. شنو هي علاقتك بالموضوع هذا؟ موضوع الإدمان؟ بون انا ديجا نخدم في ريستو بار. في ريستو بار؟ بون قبل حكيت الريستو بار بديت نشرب. حكيت عمري 15 سنة. تشرب عمرك 15 سنة؟ علاش؟ اي والله خلصت وحبيت نجرب كما نقولوا وهكاك. ما جربت شنو اللي لقيت؟ فوالا بون كي جربت عجبني. شنو اللي عجبك؟ حتى اي عادة. شنو اللي عجبك؟ عجبتني الجو. عجبني شوية الجو. يقولوا ديزاغريب اون جينيرال. باش جربت سي جون سوي با انديسكري. مروة باش جربت شنو اللي شربته؟ اي شنو اللي شربت؟ بون شربت كل شيء من الاول. اول مره شنو اللي شربت؟ اول مره شربت البسكي. تري بيان الويسكي. باهي. ومن بعد بعدك بشوية جربت بحكم عليها في ديج فيتون. دخلت نخدم في ريستو بار. لما ريكول قديمي جربت لا بيغ. جربتها معناها بوات. جربتها بريسيون. جربت الفودكا. جربت لانواع الكل. هاي هم بعد بعد وليت معناها بريسك لدني بريسك وليت حكي أجوغ. معناها أجوغ. علاش تشرب أجوغ؟ بون ماجي تقول بور لو بليزير. Pour le plaisir. B. حكاية معناها حكاية تعجبني. أنا معناها عندي plaisir كبير كي أنا نشرب. علاش أنت كي تشرب شنو؟ اسكو حالتك تتغير من حالة إلى أخرى؟ تفضل دكتور تفضل. سامحني مروة. يعني تعمل جو وقت اللي تشرب. كيفاش تشرب؟ فهمتكش دكتور. تشرب وحدك ولا تشرب ولا معك مجموعة؟ فوالا نشربوا ديجا اون جروب. معناها نعملوا امبيونس وحدنا وكل شيء. تري بيان. يعني مع مجموعة جماعة تتلاقاو وبالطبيعة يبدا جو وفدلكة وبالطبيعة واحد ولا خاطر بصراحة نحسها كي نشرب اني وحدي جمع دي تخين. فهمت؟ اكسلون. باهي. هذه نقطة هامة جدا. سمحني مروة كان تسمحوا لي كذلك. تشعرش مروة وأنه معناها تناولك للخمر بالطريقة هذه والتعود عليه هو باش تلقى أكثر ما يمكن معناها من جو وتهرب من واقع ربما رفضته؟ معناها بالك شي ماكش راضية بظروفك، خدمتك، الوسط الاجتماعي اللي تعيش فيه، علاقاتك، فماشي من هذا؟ اي بون تنجم تقول هكاك موجود. اي شنو موجود؟ شنو عندك مشاكل معناتها؟ اي بون تنجم تقول اني خرجت من دارنا. فوالا كنت نسكن في المهدية. خرجت من دارنا عمري 18. جيت للسوسة لقيت عند عمتي صحاب هنا. دمت. خرجت من الدار. انت خرجت من الدار. خرجت من الدار. تعاركت مع الدار والا خرجت بطبيعتك باش تخدم ولا حاجه؟ بون اني بابا متوفي. فهمت؟ الله يرحمه. نعم. الله يرحمه. وانا قعدت مع دارنا وصارت مشاكل مع امي. فوالا صارت مشاكل. نجمش نعرف شنو هي المشاكل اللي صارت مع داركم؟ لكن من نوع لازم نخرج نقرا من القرايه نخرج نخدم. قالوا لك الدار تخرج من القرايه تخدم؟ سيسا. خاطر ظروف العائله سافابا. سيس ظروف العائله سافابا معناتها؟ اي سيسا. فوالا فهمتك. اي ومن بعد؟ من بعد مشيت لسوسه. ما عندي حتى قتل عندها. شكون غادي يشوف لك خدمه؟ مشيت خدم في الريستو بار اللي تو معناها نخدم فيه. وعلاش اخترت باش تخدم في ريستو بار؟
بحكم ما فهمش معناها ما يعطيوش حق كيفاش نخدم فوندوز هي نخلص اخر شهر في الاستبار قداش تخلص قداش تخلص في الاستبار تو نخرج سامحني نخلص 650 قداش 650 650 وبالبوربار قداش والله توصل 1,500,000 فوالا اي معناتها اقل حاجه 1,500,000 صح شهرية كمان تخدم وقت كامل ولا في الليل بركة لا نخدم من الخمسة للماضي ساعتين بور 1500 دينار يكالك معناتها هو يبدو لي معناها الدخل معقول جيد جيد لا سما معقول سما سيرفوز ولا سيرفور يعني أربع مرات السميك أربع مرات السميك أربع مرات السميك مع الارتفاع النسبي للدخل لكن حالة القلق أو حالة الاضطراب النفسي تعكسها الواقع الاجتماعي عدم الاستقرار لأن المهنة هذه ما هيش مهنة مستمرة يبدو لي حتى في واقعنا معناها وإحنا نعرفه في أغلبية الوقت هي دي كونترا إيه ما في المطاعم الكبيرة ولا النزول الكبيرة يبدأ أمورهم واضحة سمعني مروة مروة الخدمة بتاعك سوميلي ولا شنية يعني تنصح الزبائن بأنواع معينة من الشراب ولا في الريستو بارك هاو؟ لا لا في الريستو بارك نخدم ديجا سيرفيس انا ماني ذكر ذكر دونك سربي مش الخدمه نتاعك مش سوميلي اللي تنصح الزبائن انواع معينه من الشرب مش هذا لا هي علاش لا استنى دكتور اخي فما خدمه ينصح الزبائن كيف سوميلي والله ماني عارف يودي قول لي ما نتعلم منك راني يا دكتور منين اكورد تفضل انا في بالي سيرفور يجي يمد لك الكارت دقيقه عاد يمد لك الكارت يقول لك باش تختار باش تشرب باش تاكل تقول له انت كذا زلت مع الناشي زلت مع الناشي مش يعني مش دارجه برشا مش دارجه برشا ايش يقول لي شنو هي الحكايه هذه فما انسان يجيك اللي ينصحك اي يقول لك حسب اللي مش تاكل اش تشرب شنو مش هو السيرفور بيدو لا لا مش السيرفور سمو دي حكم فما لي كوكتيل زيدا يعني بالضبط اي دونك وهذا يعني هذه حضاره كامله يعني توت نوتر انار دو فيفر كيف ما يقولوا اللي ويجي وينصحك شنو اللي عنده هو اي شنو اللي عنده باهي اي شنو اللي عنده هو في الكاف بين الظفرين هو وكانه خبير وكانه خبير وكانه هو خبير هو يربط بنوع الاكل بسن وكذا بنوع سمعني الخبراء في تذوق نتاع الخمر يعني معروفين عندهم سيت عالمي على مستوى عالمي خلنا نرجعوا لصديقتنا أيوة أي دونك سمحنا سنك بعض الأسئلة الجانبية راهم مهمين هذوما خاطر في صلب الموضوع إي شنو هي علاقة خدمتك بالإدمان على الكحول؟ هو إيه معناها كان نقولوا فلوسي محدودة كانت فلوسي محدودة معناها ما كنتش نجمش لي مثل كل شيء ما كانتش متوفرة الفلوس كي خدمت توفرت الفلوس ولا ما تقوليش مشيت مشي الفلوس الكل في الألكول لا عادة كيكا إيه أنت مدمنة ولا ماكش مدمنة ما نصورش نهار نعدي معناها من غير تشرب كل يوم قداش تشرب فوالا بون انت والشرب انت والنقط نقولوا لي ليكور قداش تشرب ليكور ساعات نص الله الله قداش كل يوم دبوس ونص ليكور يعني دبوس نتاع 70 سنتيليتر ولا دبوس نتاع ليترا 70 سنتيليتر يعني 60 لتر معناتها الكل برشا سي ترو باهي ولا دوغو لي فان تشرب الخمريات لي فان لي دونك كان لي ليكور اي دونك سامحني مدمنه انت ولا ماكش مدمنه؟ كل نهار هكا ولا توصل يعني فما فرق بين توصل حتات دبوسه ونص ولا كل نهار لازمك هكا الدوز نتاع دبوسه ونص ولا نعرفش قداش لي كل نهار لازمك دبوسه لا سترو كل نهار لازمك دبوسه ونص وقتاش تشربهم بعد الخدمه ولا في الخدمه
والله في الخدمة وبعد الخدمة. لا في الخدمة ممنوع، سي انتغدي. بون احنا في الخدمة نجمو معناها. عارفكم يخليكم. ما توصل تشرب دبوسة ونص هيك لما تغلط في الحساب، ما عادش تنجم تضبط حسابك. سمعني مروة. إذا كان توصل يعني وقتاش تشربهم؟ مش تشربهم أنت تخدم من الخمسة الماضي ساعتين. أي. دونك وقتاش تشرب؟ ثلاثة بتاع الصباح. بتغطيه من 11. من 11. ذكر من 11. اي سامحني مروة، دونك أنت مدمنة وتشرب بريسك بين إترا وإترا ونص معناتها ليكور. راضي على روحك ولا ماكش راضي على روحك؟ ليه الحق مانيش راضي. علاش كلمتنا أنت؟ علاش كي كلمناك قبلت؟ علاش؟ سامحني؟ كي كلمناك باش تعطي التيمونياج نتاعك أنت قبلت، علاش قبلت؟ رغم اللي صعيب شوية على بنية هكا باش تطلع في الراديو وتقول أنا راني نشرب ونشرب إترا ونص الكول وأنا كل يوم نشرب ونخدم في ريستو بار ولا ديسكو بار ولا غيره ولا غيره، علاش قبلت باش تحكي في الموضوع هذا؟ بو خاطر انا مانيش اول حاجه مانيش راضي على روحي. فوالا ثاني حاجه نشوف عباد معناها بحكم خدمتي نشوف عباد اللي اكثر مني فهمت يوصل معناها زون دي كليون اللي يوصل كل يوم يجي عادي يشرب معناها اكثر مني شراب بيير ليز الكول كل سامحني اي كمل 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 تفضل. يشرب لدرجه معناها انه ما عادش نجم يقف على ساقه. وانت هذا وصلت له هذا؟ انا مش ديما في اغلب الاحيان كيما نقولوا. في اغلب الاحيان شنو؟ في اغلب الاحيان معناها كيما نقولوا سي انت مش لدرجه اني ما نجمش نقف على ساقه، يعني الاكثريه اللي في ساقه اني وقتها في الدار. وقتها في الدار. نرقد فهمت؟ انت مخطوبه ما عندك صديقك عرست وطلقت، شنو هي وضعك الاجتماعي؟ لا اختفيت سيليباتير. علاش بطلت؟ ما بتعنيش. ها؟ مش على الموضوع هذا. لا مش على الموضوع هذا. مش على الموضوع هذا. واصحابك داركم يعرفوا الحكايه هذه ولا ما يعرفوش؟ لا بوغ لو مومون ما عندهم حتى فكره. ما عندهم حتى فكره. وانت ناوية تبطل هالإدمان هذا ولا ماكش ناوية؟ كان لقيت طريقة بصراحة تبطل. كان لقيت طريقة تبطل. كابا فان الكلمة ليك.